كل البنات اللي متابعيني او اول مره يشوفوني معاكم رضوى جلال وحلقه جديده. والنهارده حلقتنا حلقه خاصه، لازم انوه ان الحلقه دي الافضل انها تبقى للمتزوجات فقط او المقبلات على الزواج. انا مش حابه لو بنات لسه متزوجتش او مش في مشاريعها، الافضل ما تشوفوش الحلقه، لاني بصراحه هتكلم بصراحه شوية هتبقى أجرأ من الحلقتين التلاتة اللي احنا اتكلمنا فيهم في الموضوع ده، نظرا لان في ناس مش فاهمة وفي بنات فعلا مش قادرة، يعني ما عندهاش افكار مختلفة في الاتيكيت في اثناء الدورة الشهرية، خاصة علاقتها مع زوجها، افكار افضل لتحسين العلاقة وفي نفس الوقت تجنبا لاي حاجة غلط، لان الموضوع ده ثقافته للأسف محدودة شوية. بس قبل كل حاجة لو انتوا مش مشتركين في القناة يلا نشترك، نفعل زر الجرس ونعمل لايك للفيديو ده عشان ما تفوتكمش حلقاتي الجاية اللي هتبقى ان شاء الله متخصصة وممتعة ومفيدة لكل البنات. ويلا بينا في الاتيكيت وشوية نصايح مهمة. اول حاجة عايز اقولها ان احنا بنحب اللي هو ايه، خير امور الوسط، يعني لا افراط ولا تفريط. يعني هو للأسف الهوجة العالمية دلوقتي بقت عشان يعني يعطوا للمرأة حقوقها، فبدأوا يقللوا جدا من الاتيكيت والنظافة والاهتمام الشخصي، اللي هو من باب ان المرأة بقى لا انت طبيعية، انت خليكي على طبيعتك، لدرجة ان هم بقى يعني عفوا بيصوروا شعر ايديهم، بيصوروا شعر شارب كده، يقولك اصل انت طبيعية. ما هو محدش قال حاجة، طب ما هو طبيعي الانسان عفوا لو ما دخلش الحمام ومسح نفسه بعد الحمام هيبقى عليه فضلات، هل ده طبيعي؟ يعني بلاش نخش في دوامة اصل خليكي طبيعية، خليكي طبيعية لدرجة التقزز. وانا بقولها بصراحة، ايوة اللي الاعلام بيصوره دلوقتي اللي هو خليكي طبيعية وما تخجليش من الحاجات دي، عمالين يزودوا في الموضوع لدرجة فعلا تسيب الانسان بالغثيان، فما تتنجرفيش مع الكلام ده. احنا في حاجات طبيعية فينا، ده طبيعي جدا، البشر عندهم يعني وسائل من وسائل الاخراج، ذكر وانثى الاثنين بيخشوا الحمام، ذكر وانثى الاثنين مثلا بيعرقوا فلازم يستحموا وهكذا ويحطوا مزيلات عرق وحاجات تنظفهم، الذكر والانثى بيطلع لهم شعر في المناطق الحساسة والمفروض الاثنين بيشيلوه، يمكن المرأة بتحاول تشيله لدرجة ان هي حتى ما يبانش كأنه طالع، اوكي، او يعني ما بتسيبوش فترة، يمكن الراجل احيانا بيشيله من باب النظافة اكتر، لكن ان هو وجوده مثلا بشكل بداية الشعر مش بيبقى مستنكر قوي زي المرأة، يعني كنوع من انواع نعومتها ان هي حتى ما بتحبش انه يبان حتى ولو خطوط. ولكن اذا انت ام بترضعي عندك ظروف ما، يكون ان في شوية شعر خفيف ده مش ازمة، يعني ده مش ازمة، بس ايه زي ما بقول شوية شعر خفيف بيطلع. لكن في ستات يعني عفوا بتترك نفسها بشكل مقزز، فاحنا عايزين نفهم ده. عشان ده فبناء على الفكر ده في حاجة بقى اسمها اتيكيت العلاقة الزوجية اثناء الدورة الشهرية، انت لازم في شوية نقط انت لازم تراعيها عشانك اولا وعشان زوجك وعشان تبقي سعيدة اكتر اثناء الدورة الشهرية. من ضمنها ايه؟ اول شيء لازم تفهميه انه اصلا في العلاقة الزوجية مش حرام بشكل قاطع كل شيء، لا، يعني في مثلا في بعض الديانات زي اليهودية وكده كانوا بعض المعتقدات بيحطوا الست في بيت تاني، انتوا متخيلين لدرجة ايه؟ لا عادي، انت بتنامي جنب زوجك في السرير، ممكن يقبلك، يحضنك، المداعبات الاولية، وهديكوا كمان امثلة اكتر في النقطة دي بس في اخر الحلقة. ففي علاقة، ولكن انت بقى كمرأة محتاجة تركزي مع نفسك اكتر، نظرا لايه؟ نظرا رقم واحد ان طبيعي الوقت ده انت هتبقي تعبانة اكتر، تمام؟ طبيعي في الوقت ده ريحتي واهتمامي بنفسي مفروض يبقى ازيد، انا مراعية ان انت تعبانة بدنيا، انا مراعية ان انت احيانا بتبقي تعبانة نفسيا، بس من ذكائك بقى انك تدركي ده. انت عارفة نفسك، يعني فيش واحدة بتجيلها عفوا الدورة اول مرة ساعة الزواج، انت عارفة نفسك من قبل الزواج شكل الدورة بتاعتك، ففي شوية حاجات انت لازم تراعيها. رقم واحد، انت كبنت لو بتتعبي في اثناء الدوره مثلا في اولها او قبلها، انت لازم تكوني ممهده لنفسك الموضوع ده ومفهمه زوجك، بمعنى لازم تشرحي له على سبيل المثال ان انا احيانا قبل الدوره بايام معينه ببقى شويه متعصبه، ببقى شويه متضايقه، ممكن ارد بشكل مش ظريف، وانا مع انك تتجنبي الحوارات المصيريه والحوارات القويه في الوقت ده،
اول لما تحسي انك هتبقي مش ظريفه مع زوجك تجنبيه، روحي غرفه تانية، حاولي ما تتكلميش معاه كتير في الحاجات اللي هي المواضيع الجدليه، انت حاولي تبقي ظريفه اللي هو الحاضر الحاضر الغائب. يعني سيبيه مثلا هو مثلا بيلعب بلاي ستيشن، سيبيه، مش اللي هو بقى اصلا متضايقه عندي دوره فتقعدي بقى ايه، او الدوره جايه لي تقعدي جنبه بقى ايه، انا زهقانه انا مش عارف. طب ما انت اللي عندك مشكله، يعني انت اللي عندك مشكله في الهرمونات بتاعتك. فانا مع تجنب الاحتكاك المبالغ فيه، مش الاحتكاك انك تبقي عسوله، لا ده حاجه تانية، انا بتكلم على الاحتكاك اللي هو بتاع انا عايزه اتخانق. اكيد الستات اللي عندهم دوره عارفين انا بتكلم في ايه. تجنبي تتكلمي مع زوجك في الوقت ده في المواضيع المصيريه، هتعمل مشاكل. اوكي، دي نقطه. النقطه الثانيه اللي لازم تخلي بالك منها جدا، انك ترتبي وقتك قبل الدوره الشهريه. انت عارفه مثلا ان هي هتجيلك، ارجوكي حملي ابلكيشنز. انت عارفه ان الدوره مثلا هتجيلك يوم 19 خمس من 18 او 19، انت عارفه ان في الوقت ده مش بتعرفي تطبخي، مش بتعرفي ترتبي البيت. قللي التاسكات اللي عليكي، قللي كل الحاجات اللي ممكن ما تعمليهاش في الايام دي، اقعدي في الايام دي. يعني انا مثلا على سبيل المثال في الاوقات دي لا بحب اطبخ ولا بحب مثلا اعمل شغل معين، فببقى بعمل كل اللي عليا قبلها، وحتى بخلي الايام دي اللي عارفين الايام اللي بتطلبوا فيها تيك اواي انت تكوني عامله بادجت لنفسك، عارفه ان لو داخله جمعيه يعني عامله حسابك في اكل مثلا مخزن في الثلاجه، عامله حسابك في ان تخلي مثلا الخروجات او تخلي الاكلات، انتوا اكيد ايام معينه ممكن تجيبوا اكل من بره، تكون الايام دي عامله حسابك انك ما عندكيش شغل معين متراكم. طبعا لو صدفت ده شيء تاني، بس انا بتكلم بايدي اقلل على نفسي الهم اللي في الايام دي. النقطة الثالثة، انت مهم جدا 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 انك زي ما بيقولوا تعملي نوع من انواع الايه الحموم او الشاور يوميا. بنات كتير للاسف الشديد بتفتكر ان هي اثناء الدورة الشهرية مش المفروض انها مثلا تستحم غير اخر الدورة او اول الدورة او مثلا قبل ما الدورة تجيلها، لا خالص، ضروري بشكل يومي خدي شاور ان شاء الله جسمك، بس على الاقل كمان ساعات احيانا بتحتاجي مرتين في اليوم في الايام اللي الدم بيبقى كتير. مهما عفوا لما تيجي تخش حمام تنضفي من تحت، مهما تغسليه كده وانت بتعملي حمام او تغيري فوط، المكان نفسه مع بين الفخذين لا بيعمل ريحه مش كويسه ابدا، جسمك اصلا عرقك في الفتره دي بيبقى اكتر. فضروري جدا ان انت تنضفي نفسك اوكي في الايام دي. الحاجه الثالثه اللي مهم جدا ان انتوا تخلي بالكم منها، ان انتوا تزيلوا شعركم الزائد قبل الدوره. يعني انت بس عارفه انك هيجيلك يوم 19، يوم 18 او 17 تكوني عامله ازاله، ويوم لو انت بتستخدمي حاجات زي الشفره مثلا، وبعد الدوره على طول. ضروري جدا، ما ينفعش ابدا الدوره تخلص وتستحمي وتسيبي شعر في المنطقه دي، لانه اصلا بيبقى فيه باقي دم اوكي ومش نظيف. وقبل الدوره كمان لازم يكون اوريدي ما فيش شعر او خفيف جدا، عشان لما تنزل الدوره ما يشبكش فيه، فاهمين اقصد ايه، بيقلل جدا ريحه المكان وهكذا. النقطه الخامسه، ان انت خلي بالك لما تبقي مثلا خارجه مع زوجك او رايحه مكان، خدي معاكي دايما فوط احتياطي تمام، والبسي لبس مريح، والبسي هوت شورت، عارفين الهوت شورت اللي هي زي كده، البسي دايما شورت ضيق اوكي. الشورت ضيق ده انتوا تستخدموه كذا استخدام، بس هقول لكم مهم، البسي شورت ضيق بالذات وانتوا خارجين مثلا لابسه لبس معين طقم معين، البسي الاندر وير، حطي الفوطه بتاعتك والبسي شورت. الشورت ليه تاثير سحري في تثبيت الفوطه، بدل لما تبقي قاعده طول الوقت كل شويه عماله تبصي لجوزك اللي هو انت قلقانه، ممكن اروح حمام، ممكن اروح حمام. طبعا عادي روحي غيري الفوطه لو انت متضايقه، بس انا بكلمك انك لو لبستي الهوت شورت ده على الاندر وير بعد ما تكوني ركبتي الفوطه الصحيه، بيثبت يعني بيخلي الفوطه تبقى ثابته، فما كل ما بتتحركي مش يعني مش سهل انها تتحرك. مشكله الاندر وير لما تثبت فيه الفوطه انت عادي بتتحركي رجلك بتمشي، فهي الفوطه بتتحرك، فاهمين النقطه. فالاندر وير اللي هو الشورت ده بيثبت شويه الاندر وير ما يتحركش، فنسبه ان الفوطه تسرب بتقل، مش على عكس ما هما بيقعدوا يقولكوا الفوطه السحريه والفوطه الطويله واللي بجناحات لا لا، هي في جميع الاحوال اي فوطه تركبت الجوانب هي اللي بتصرف في الاغلب. فحل ده
ان انت تلبسي هوت شورت على اللي انت لابساه. وفي اقتراح تاني بس ده مش متوافر في كل الدول، مش حابه اقوله لكل الناس، في اندر ويرز بالذات مثلا لو في بنات بيبقى عندهم في 3 ايام الدوره تبقى تقيله جدا، فبيبقى حتى الفوطه مش مكفيه. في اندر ويرز بتتباع في المحلات بيبقى للدوره هو اندر وير كامل، يعني هو اندر وير كامل اصلا وبيترمي، يعني الفوطه نفسها هي اندر وير زي البامبرز كده. عفوا يعني خدي الموضوع بسلاسه. طبيعي يعني انت الايام دي ممكن يكون الدم زياده، وانا صراحه مع استخدام الشيء ده بالذات العروسه في الاول، لان انت اثناء النوم بعض الفوط مهما كانت طويله للاسف برضو بتسرب، فالافضل ان انت تلبسيه لو متوافر في بلدك بيريح كتير. لو مش متوافر اعملي موضوع الهوت شورت ده اثناء النوم كمان، بعد ما تلبسي الاندر وير وتركبي الفوطه اوكي بتلبسي الهوت شورت بيقلل شويه التسريب. وفي ناس بتعمل برضو فكره كويسه قوي ان هما بيلبسوا فوطه وسط وفوطه كبيره، يعني بيلبسوا فوطين قبل النوم بحيث ان هي تبقى عامله مكمله اللي هي التدويره للاخر، يعني حتى فوق المنطقه اللي هي متخيله ان ممكن يحصل فيها نزف بتكمل عليها، ومع الوجود اللي هو الهوت شورت ده بيفيد جدا ان انت مش بيسرب خالص. لانه يعني انا عارف ان ممكن طبيعي الراجل بالصدفه يشوف حاجه يدم، بس قليلي ده مش عشان شيء، عشان ده مكان هو بيبقى باصص له ان هو مكان جميل انوثه نظيف، مش فانت ما تشوهيش الصوره. والله حصلت خلاص، كان في ستات بتتعمد توري يعني لو انا طبيعيه شوف ده انا بنزف عشانك، يعني ايه ده شيء فعلا مقزز، يعني كاني عفوا باخد حد بقول له ايه اتفرج على فضلاتي في الحمام. يعني انا اسفه اني بقول التشبيه ده، بس هم الفكر ده مريض، يعني الفكر اللي هو بيقعد يقول لك ايه لا يشوف عادي يعمل لا مش يشوف عادي، يعني قد ايه البنت ممكن تموت خجل كده ان راجل شاف يعني دم منها. ده شيء بصراحه مش عشان هي مكسوفه من نفسها او جسمها ان فيها شيء غلط، عشان هي انثى لدرجه ان هي حابه يشوف بس الجمال منها، فده قمه الانوثه. انا مش شايفه ان ده ان هي عندها مشكله نفسيه ومش محترمه ان هي بيجي لها دوره، لا خالص. فما تخليش الامر يختلط، تمام؟ لا تفعلي ذلك، انك بعد ما تخلصي عفوا في الحمام ترمي الفوطه كده، يا اما تخلي باسكت بغطا اوكي خاص كمان ليكي، يعني يكون ليكي انت للدوره اوكي تستخدميه. في ناس بتاخد يعني الفوطه بتاعتها في كيس وتقفله وترميها في اللي هو الزباله عفوا العموميه، لكن ما بتسيبهاش في بتاعه الحمام، لان الراجل بعد ما بيعمل تويليت وبينشف بالمناديل ما هو برضه بيرميه في نفس الباسكت، فنسبه ان يشوف دم. يعني احنا كستات، انا نفسي كست لما بخش حمامات عموميه وبشوف المنظر ده فوطه بدم في حمام انا بتعب. يعني طبعا احنا بيبقى حمام نساء كلنا، يعني ما فيش رجاله بتخش اصلا، فما بالك وهو يعني مش هتبقى مين، هي هتبقى بتاعتك ومفيش ستات تانية في البيت. فهي شيء بصراحه ممكن ياخد وقت اكتر او كده، بس يعني بالذات للعرايس حافظي على الصوره الرقيقه دي، يعني حافظي على انوثتك وجمالك ورقتك. فرصه جميله انك تعملي كل الحاجات اللي انت بتبقي محرومه منها في بالك، يعني انت حبيبيه في الدوره ان ده وقت بص بقى انا بدلع نفسي فيه. روحي اعملي حطي مانيكير، روحي للكوافير اعملي شعرك، ما انت بقى مش هتستحمي، يعني حتى لو حصل علاقه بينك وبين جوزك هتكلم ان العلاقه دي تبقى عامله ازاي، مش هتستحمي، فهتبقى بس ممكن تعملي شعرك سشوار، تحطي بقى ميك اب بقى من الصبح، ما انت لا هتتوضي ولا تعملي اخرك بالليل خالص تشيلي الميك اب، فعندك بقى فرصه. يعني انا عايزاه يحس باحتفال، بدل ما بيبقى الوقت ده حاسس انك تعبانه ومجهده وكده، الوقت ده انت توري له شكل مختلف منك. البسي بقى جينز ضيق، يعني في ناس بنات تقول لك اصل في الوقت ده ما بحبش البس قوي عشان ببقى خايفه من الدوره وكده. طب ما عفوا يعني البنات اللي بتلبس محزق وملزق ما بتجيلهمش دوره؟ ده يعني بيبقى ناقص تبقي شاكه يا حاطه الفوطه فين من كتر ما البنطلون ضيق. البسي جينز ضيق، البسي هوت شورت ضيق. يعني العبي على فكره انك تلبسي حاجه اوكي شورت مثلا ضيق وعليه بنطلون ليجنج، يعني فكره ان انت مش حابه تلبسي حاجات مفتوحه ايوه، البسي بقى حاجات مقفوله ضيقه. يعني العبي بقى في النقطه الثانيه، تمام؟ وده جميل. اعملي شعرك، حطي ميك اب، يعني فرحيه كده، بارفاناتك بقى شغلك كله طلعيه في الوقت ده، استمتعي، يعني خليه وقت للايه اللي هو الراحه. سبحان الله يعني في الوقت ده مخفف عليك العبادات، لا صيام ولا صلاه ولا بتاع، يعني عندك وقت شويه، تمام؟ استغلي بقى هذا الوقت في تجميل نفسك اكتر. هتقولي لي طيب بالنسبه بقى للعلاقه الجزء الحساس، انت عندك بقى كذا حاجه. احيانا اوكي بعض الرجال، انا مش هخش قوي طبعا في الموضوع عشان ايه حفاظا على ان انا عارفه الفضوليين بيشوفوا برضو الحلقه،
في كذا طريقه انت ممكن تعمليها مع زوجك. اوكي، ممكن عادي هو يوصل للنشوه بدون يعني علاقه كامله، تمام، عن طريق ايدك، اوكي، عن طريق اجزاء في جسمك، اوكي، غير المنطقه الخاصه. وفي طرق معينه بنقول لزوج وزوجه، اوكي، انت ممكن تبقي لابسه زي ما قلت لك الهوت شورت، ده هيبقى مداري منطقه خالص. يعني حتى ده في حديث يعني ان هي ان السيده عائشه كانت يعني بتلف الازار يعني حاجه حوالين وسطها ويباشرني. كلمه يباشرني يعني احتكاك جسم بجسم. انا مش لازم افصل قوي بس تخيلوا ده حديث. يعني تخيلوا ان ازاي احنا ديننا واضح. يعني انا متحفظه طبعا لان عارفه الفضول القاتل، ففي ولاد ساعات بتشوفي. ف انا ان شاء الله يعني لما نعمل بقى كورسات خاصه بنات في بنات هنبقى بنتكلم براحتنا. لكن اللي هو ان الجزء ده يكون متغطي، اللي هو منطقه من السره للركبه، او مش منطقه السره للركبه، يعني هو مفيش عوره على زوجك، بس انا بتكلم ان انت تكوني لابسه شورت، تمام، ممكن نفس حركه العلاقه بس فوق اللبس، اوكي، وهكذا بقى. يعني انا مش عايزه ادخل تفصيلي اكتر، اوكي، استخدم يد هكذا بقى وكده. المهم ان انت تشبعي زوجك عن طريقك انت، يعني هو ده اللي في الدين عندنا. يعني زوجة تقدر تعمل لجوزها حاجات كتير غير يعني، بس هو ما يعملش لنفسه. يعني فاهمين الصورة؟ عشان بس ابقى فهمتكم الموضوع. ولان في رجالة هتقول يعني هو هيموت يا ستي، ما يموت، هو شخصيته كده، وهو هيموت يعني مش قادر يصبر 10 ايام. يا ستي كويس انه صريح وبيقول، وده احتياجه. يعني العلاقة الزوجية عشان تبقى في الصورة، هما الشخصين مش مستحيل اتنين يتجوزوا بعض يبقوا رغباتهم قد بعض، دايما هيبقى في واحد ازيد بالتاني. الصح بقى اسالوا كل استشارين الازواج وكتب في الموضوع ده، ان الشخص اللي هو اللي رغبته عاليه التاني يحاول يلبيها له، مش اللي رغبته عاليه هي اللي يعني ينزل اللي رغبته قليله. ده مش طبيعي. هو اتجوز ليه؟ سواء ست او راجل على فكره، تمام. الشخص اللي رغبته عاليه هو اللي الشخص التاني يحاول يلبيها له، اوكي، مش العكس. التاني مهما كده هيبقى مكبوت، سواء ست او راجل. الراجل فيه حلول كتير قوي انه يبسط مراته، والست فيها حلول كتير قوي انها تبسط زوجها. المهم ان هما مع بعض، يعني لا حد ما حدش يعمل حاجه لوحده، الزوجين مع بعض. فكويس ان الراجل اثناء العلاقه ان انت تحاولي تشبعي الموضوع ده بحيث انه يلبيك بقدر الامكان، تمام. انت تكوني مرتبه حياتك، تاخدي حاجات برضو فيها في مشاريب بتهدي شويه الدوره، تقعدي مثلا في ميه دافيه بس مش كتير عشان بس ما تدوخيش، الشاورز بتقلل شويه الالم، في مسكنات بسيطه. يعني انت خلاص خليكي، يعني انا ما قلتش المسكنات، في ناس تقول لك ما حبش اخد مسكنات خالص، طبعا يفضل انك ما تاخديش مسكنات، بس لو هو مسكن مره في الشهر او يعني يومين بس في الشهر تاخدي مسكن خلاص، يعني عشان حتى تبقي طبيعيه. يعني في ستات الالم ما بيقدرش غير بمسكن، تمام، وانت مش طول اليوم مجهده. يا ستي قلت لك خلاص بلاش الاكل، اطلبوا تكاوي بلاش. يعني انت دايما تقولي له من الاخر ايه، رتب اولوياتك، اكل وشرب ومش عارفه ايه، مش هتلاقيني في الحاجات دي، الحاجات التانية هتلاقيني شكلي حلو ومش عارفه ايه. الراجل لو يعني عفوا ظبطتيه في الحاجات التانية هيكبر راسه، هيطلب لك تاكلي تكاوي، قولي له اطلب لي تكاوي عشان يعني ايه بالليل هبسطك، اي كلام بقى كده. مش لازم افصل، يعني الستات بتحس اننا جايين من الماضي السحيق. يعني جماعه خلاص، يعني دلوقتي الرجال قاعدين على الانستجرام عمالين يشوفوا، على النت، على الايه، والرقاصه مش عارف. انا بستغرب والله اللي بيكتبوا كومنتات وبشوف بتطلع لي حاجات على الانستجرام ستات ايه قلع عمالين يرقصوا. يعني في تناقض عجيب في الايه، في يعني يا ستات تحس ان هي ما فيش حد عارف يلمها، يا ستات تحس انها مخطوفه كده مثلا طفله. يعني ما فيش وسط، يعني احنا خير امور الوسط. الوسط ايه؟ اللي هو الحاجات دي بتحصل بس في اطار الزواج بين الزوجين بس، فول ستوب. فبس ده كده ملخص سريع. اكتبوا لي في الدوره الشهريه انتوا ايه الحاجات اللي بتقابلكم كعرايس، هل بتتعبي ما بتتعبيش، اعتنائك بنفسك، ولحد ليه نصايح برضو واسئله، اكتبوها تحت في التعليقات. وما تنسيش تشتركي في القناه، تفعلي زر الجرس، تعملي لايك الفيديو. اشوفكم على خير، مع السلامه.